مشاهدينا مساء الخير. بلد السيرة بحالة جديدة ونظرة جديدة رح نضيفها إلى التغطية العالمية الخاصة بحراك طلعت ريحتكم. رح نجرب ابتداء من الليلة نتعرف ونعرفكم على الشباب والصبايا خلف الحراك، لأنه بعتقد دخلنا إلى مرحلة جديدة من المراوحة وكثرة الحكي اللي بلشتوا تزهقوا منا. ربما المطلوب اليوم حلول، وهالحلول ما ممكن تتحقق إلا بجلوس كل الأطراف على طاولة واحدة ليعملوا بحث جدي بشو ممكن يصير، وكمان بدأ عمل بكل جدية لإعادة الثقة بين كل الأطراف، لما يتحول الحراك كله إلى مجرد مادة مسلية انتهت مدتها. بهالإطار الليلة بحب أعرفكم على اثنين من وجوه الحراك استحوذوا على تغطية إعلامية واسعة، هن فيليب فرحات اللي لون جدار العار، ووارف سليمان الناشط المضرب عن الطعام. بعد ما شغلونا وشغلوا العالم على مدى شهر، مين هن هالشباب ومن وين نزلوا إلى الساحة؟ التفاصيل خلال الحلقة. كمان الليلة اخترنا مجموعة تانية من المواضيع المنوعة اللي اهتمينا فيها وانتو كمان اهتميتوا فيها خلال الأسبوع، منشوفها سوا. الليلة في بلاطول سيري، في أجواء طلعت ريحتكن اللبنانية، هل انطلقت حركة إصلاحية عالمية في المؤسسات الدينية؟ أول عقد أجريتها طبعا كان مناسبة كتير إلي حلوة 29/7/2015. ما هو رأي دار الفتوى في أن يكون هناك مأذونة في لبنان؟ نحن كل عقد بعقده بيكون في إذن خاص. وماذا تقول الكنيسة المارونية عن توجه الفاتيكان إلى تسهيل معاملات الطلاق وجعلها مجانية؟ المجتمع المدني نزل على الطريق بهدف الثورة. في أول إطلالة، بماذا يعلق المشارك في مسابقة ملك جمال لبنان سمير أبي أنطون على موجة السخرية التي طالته؟ تعرف بلبنان أزمة النفايات بعد ومراحل. وبالحديث عن النفايات، أحمد افتتح قناة خاصة به على اليوتيوب، وشقيقته تريد أن تعرف زمان عليه. وفي الفقرات الخاصة أيضا، جاء من حروب ليبيا إلى اضطرابات بيروت، فمن هي الممثلة اللبنانية التي لا تفارق خياله؟ اسمها دريم ماتشر، وهو برنامج يساعد الناس على تحقيق أهدافها وأحلامها. توب 5 لبنان، كيف عاش المشاهير تحدي سطل المي المجلدة بعد عام على الحدث؟ للمشاركة في بلاطول سيري مباشرة على الهواء 01-48-48-70 أو 80، أو عبر موقع zavanonline.com وجميع شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر وإنستغرام. يعطيك العافية. شو رح تخلص قبل الحلقة؟ لأنه حاسس مش رح تخلص. لا خلص هلا. بس حلوة طالعة، كتير حلوة. شو بدنا نسميها؟ يلا سمي. لا عن جد، شو بدنا نسميها شباب؟ هلا أنا قلت له بلاطول ريحتكن. حطيت جملة صغيرة. إيه كتبها. يعطيك العافية بس شكرا، كتير حلوة طالعة. حلوة فكرة بلاطول ريحتكن. إيه. آه يا زفان. عن جد. طيب يعطيكم العافية. محمد الحمد لله على السلامة، اشتقنا لك. كيف كانت أمريكا؟ كنت بتجنن يعني. نحن ابتداء من هذه الجمعة، أنت كنت عم تحضرنا بنيويورك، بس ابتداء من هالجمعة اللي بنعرفه إنه رح نبلش بغرفة العمليات قبل ما نفوت، لأنه بطلت غرفة العمليات عم نحكي فيها عن الحلقة، صرنا عم نحكي فيها عن أحداث الأسبوع. عنا رواد، كيفك؟ بعد ما تعودت بس أمر في رواد. طبعا الحوار والنفايات ومرحلة يعني ما بعد الحراك، كل هيدا الموضوع دخل إلى مراوحة، بلشنا نزهق شوي. عكل نحن اليوم كنا عم نسأل شوي العالم عبر zavanonline.com، حسينا إنه بلشوا يزهقوا العالم من التغطية العالمية، بس بعده الحراك هو العنوان الرقم واحد. أنا برأيي هالتغطية هلأ بلشت تضرهم. ليه؟
لانه بمطرح من المطارح يعني عم بيطلع حكي هن منهم يمكن راضيين عنه على الهواء، او عم بيطلع تصرفات على الهواء، لانه الهواء مفتوح يعني على 8 ساعات بالنهار على الهواء، يمكن في قصص انت ما فيك تسيطر عليها، العالم زهقت اللي قاعده ببيوتها، شعرت انه خلص عم بتزيدوها شباب، عرفت انه ما نكون واصلين لمطرح، يعني انا برايي بالاول فادهم هذا فتح الهواء كل نهار لالهم، بس هلا بلش يضرهم. على كل الاحوال في يعني بالحراك بعد في مسيره السبت والاحد، اكيد التلفزيونات رح يعني تغطيها، ما بعرف لجمعة الجاي إذا بيبقى شيء منها. النفايات كمان بعده كتير موضوع كتير كبير، يبدو كمان دخل إلى مرحلة جديدة، هلأ عم بيقنعوا البلديات، ويبدو البلديات بلشوا يتحلل يعني يحلحلوها، بس بعد في جزء من يعني المجتمع المدني بالمناطق اللي عم نحكى أنه رح يصير فيها مطامر بعدها معارضة، بس أنه في مسار من هون، مسار لإقناعهم، بالنتيجة يعني لازم يلتقى محل. في بلديات بلشت هي يعني اخذت مبادره فرديه وبلشوا يشيلوا الزباله ويفرزوها على طريقتهم ويوزعوها بس نطاق صغير يعني انا بس بحكي يعني اليوم بالبلد عم نحكي بالبلديات كانه شيء نازل من القمر، ما البلديات هي جزء من ممثلين السلطه الصغار، يعني ما في انا اكون ضد الحكومه مع البلديه، ما البلديه الحكومه عم مصغر بتوازناتها بكل هذه الأصوات. لازم نطرح موضوع البلديات قبل الانتخابات البلديه، لانه كمان هلا يعني انه في حكي عن تاجيل، انه خلينا نشوف انه تمديد بوادر ديمقراطيه بالبلد. ارتباطا بالحوار، الرئيس بري عم يشتغل بحسب جريدة السفير اليوم على ايجاد تسوية بتربط الانتخابات بقانون انتخابي جديد مثل ما صار بالدوحة، هيدا كمان شيء كتير كبير. كمان هالجمعة كنا مهتمين بالكهرباء، وكان على اساس بدنا نعمل شيء عن لائحة الكهرباء، لائحة السوداء السياسيين اللي ما دفعوا. انت كنت اكثر وحده محمسه على الموضوع؟ طبعا، لانه انا بيجيني بدق علي الباب ب 27 الشهر، يعني ما بكون معي مصاري، واذا ما معي ادفع هي ال 70 او ال 100 الف بيقوم لقيامي علي، هالاستنسابيه بالدوله، عرفت؟ بس كمان هالاسماء يعني اسماء ماشي، يعني اذا هدول طلعوا ناهبين الدوله انه بالاسماء اللي عم تنذكروا اساسا يعني انه الاكبر منهم برايك عم بيدفع؟ لا ما هي هي يعني اذا بتطلع براسها اساسا ما في اسماء، ومين سرب الاسماء وليه الاسماء مسربه؟ ومن 2001 مين وراها وشو اخر بتطلع براس حدا بركب بخوف شو بنحط؟ كنا على اساس حاطين رجعنا شلناها، بس هي بلا لكن بلا بحكي عنها بلا بحكي عنها. بالصحف اليوم في شيء لفت لي نظر، الترخيص لجمعيه المسلم الاحمدي بالشمال، اثار هذا الموضوع دار الفتوى وعدد من الفعاليات الشماليه، خلينا نتابع الموضوع. جمعيه الجي ار لات فينا أو جمعية الجيش شو بتكون حلقة عيد؟ خلينا بحلقة عيد، خلينا بحلقة عيد، بلا يعني الحلقة اللي بعدها اوكي. عنوان المحكمة الدولية اليوم، المحكمة الدولية أخذت قرار بالنسبة لقناة الجديد، ومثل ما صار يمكن الكل بيعرفوا برأت القناة من تهمة تحقير المحكمة وعرقلة سير العدالة، لأنه نشروا لائحة الشهود مثل ما الكل صاروا يعرفوا، بس لقيت إنه نائبة رئيس مجلس الإدارة الزميلة كرمة خياط مذنبة، والحكم رح يصدر ب 28 ايلول بحقها، واعتبرتها مذنبة لانه كان ممكن انه توقف النشر وما وقفته، وبتقول المحكمة انه توجهت لها رسالة خاصة انه توقف هالرسل النشر فتجاهلتها اغفلتها عمدا معتبرتها. هون يمكن صار غلطة مضى على شيء ما كان لازم تمضي القناة او شيء، بعتقد في شيء قصة ورق، بس انه ما كان حدا متوقع هذا الشيء ابدا. انه لا انا حسيت مسكنا دينتنا من هون، انه كرمة هي القناة مسكت دينتي من هون يعني. بس ما كان حدا متوقع هالحكم يعني، كانوا كل الناس يا متوقعين ايداني يا متوقعين يعني يا ايداني للقناة يا براءة، وانه الزميلة كرمة خياط تطلع من الموضوع، يعني بنحكي عن القناة مش عن الشخص، صار العكس. بالعكس هيدا الشيء يعني على كل الاحوال بس يجي الموضوع على المحكمة الدولية ما فينا الا ما نحترم القضاء يعني. اكيد طبعا. نعم. طبعا. على اطوال لحد. هذا موضوع ثاني كمان اثار مشكلة يعني. كنا هذا هلا بس خليني اقول انه يعني صار في انه بنعمل حلقة او ما بنعمل حلقة كاملة او فقرة عن هذا الموضوع، بس اطوال لحد هو نهاية مرحلة كثير كبيرة. طبيعي. واثار مشكله بحياته واثار مشكله بمماته، لانه حسب ما يمكن كمان الكل صاروا يعرفوا صار في حمله ضد انه تسمح انطوان لحد يندفن بلبنان،
باعتبار انه عميل اسرائيلي بفتره من الفترات، هو راس جيش لبنان الجنوبي عام 2016 واعتبروه رمز لهيدا الشيء، فصار في حمله وعملوا اعتصام على طريق المطار انه ينمنع يجي جسمين انطوان لحد ليندفن بضيعته كفر اطرب بلبنان. طب موضوع كثير يعني هيك، انا مثلا ضد شو انه ضد انه هو رمز للعماله ما لازم يندفن بلبنان. هذا التحرك صار على الاساس بالنسبه لإلي انا سموحه شوي بعتبر الموت بيمحي. او علي انت ما بتفيق لكل هذه المرحله؟ انا لا ما يعني صراحه يعني ما كثير تعرف مين اطول حد؟ تعرف محمد، هي المشكله كمان اطول راحت مرحله كثير قديمه من تاريخ لبنان، وبعتقد يعني مثل ما قالت سهى بشاره انه انطوان لحد مات باللحظه اللي تحرك فيها الجنوب بال2000 وانتهى، وهو موته اليوم هو انتهاء للمشروع الصهيوني. بس انه مثل كل شيء بالبلد لانه ما في ذاكره هول وما في كتاب تاريخ موحد، هول الاحداث ما بتنتقل من جيل لجيل، وبنتيجه يعني انطوان لحد شيء بركي بيعني لي لالي لانه انا مقضي 7 سنين من حياتي عم غطي اخبار الجنوب المحتل واعتداءات الإسرائيلية والميليشيات المتعاملة. جيل بعتقد ما بعد ال2000 الناس يعني اللي بالعشرينات اليوم هذا اسم كتير غريب عليهم، بس أهالي الجنوب أكيد ما بينسوا هذا الاسم لأنه هن متضررين. هو بوصيته طالب أنه يندفن بلبنان صح؟ ما اندفن أو ما اندفن؟ لا لهلا ما اندفن. هو أجمل شغلتين قالوا أنه ينقبر بفرنسا ما بدنا ينقبر بلبنان. والشغلة الثانية يعني هي واحدة من الأكثر القصص الجمل اللي تكررت على السوشيال ميديا، هو أنه معقولة يكون في نقاش حول دفن أنطوان لحد بلبنان بالوقت اللي سهى بشارة ما فيها تعطي الجنسية لأولادها؟ سهى بشارة للي ما بيعرف هي صورتها هون ورانا. سهى بشارة بال1988 جربت تغتال أنطوان لحد ببيته بعملية بطولية، وعلى أسرى بقيت 22 سنة معتقلة محمد عم يتطلع فيها درس سريع. لا بتعرفها ما بتعرف؟ بلا واعي على قصة سهى بشارة. بتتذكر؟ لا ما كنت خلقان، بس بعدين الميديا سمعت الانترفيوز يعني معه كان كنت واعي عليهم. بتجسد رمز مقاومة يعني سهى بشارة فالكل رواد انت سامع. بفيلم لجوانا حجيتوم عن ضيعة الخيام كانت سهى بشارة احتلت هيك مركز مهم حكي. بتعرفها من الفيلم؟ ايه من تجربتها بالمعتقل. نعم. على كل حال سهى بشارة معنا هلا باتصال مباشر من باريس او عفوا من سويسرا، بحب اعرف شو تعليقها على الموضوع. سهى مساء الخير. اهلا كيفك؟ يعطيك العافيه. مشتاقين اول شيء لكل اللي عم بيسمعونا. سهى بحب اعرف يعني كنا عم نحكي قبل ما بعرف اذا كنت عم تسمعي انه انطوان لحد هو رمز لجيل بيمثل العماله لجيل كامل من اللبنانيين وبذاكره اهالي الجنوب يعني يمكن مطبوعه اكثر، بالنسبه لإلك يعني كيف استقبلتي وشو بيعني لك وفاه انطوان لحد اليوم؟ بدايه هو ما بس رمز، العميل أنطوان لحد كان عبارة عن مشروع امتداد للمشروع الصهيوني اللي بدأ بال48 باحتلال فلسطين، وأنا بعتبر وقف عام 2000 بتحرير لبنان من قبل اللبنانيين وعودة اللبنانيين إلى الجنوب المحتل و تحرير جميع المعتقلين اللي كانوا بمعتقل الخيام إلى أن تم تحرير المعتقلين من داخل السجون الإسرائيلية. فحاليا موت العميل أنطوان لحد بالنسبة لإلي يعيد طرح موضوع التطبيع مع إسرائيل. يعني نحن بنعرف أنه هذا المخلوق حامل الجنسية الإسرائيلية ما قبل عام 98 وكان جنرالا بالجيش اللبناني. يعني لما عرفنا أنه هو رمز للعمال وهو حامل الجنسية الإسرائيلية بالرغم من هيدا وكله، بقي أنطوان لحد يقبض معاشه ما بعد التحرير واحد ولم تسقط عنه الجنسية اللبنانية اثنين. بهالحالة هل معناتها الإنسان هو بينقل الجنسية لأولاده؟ السؤال اللي بينطرح حاليا، هل في إسرائيلي يتملك بلبنان؟ إيه ولا لا؟ ميتا ولا حيا؟ ما
يعني هي هو اللي بيرجع بيفتح الموضوع في باب قانوني. انا برايي لحديت هلا عندنا ضعف بلبنان بمواجهه هذا الملف، مش من خلال الحزازيات لا السياسيه ولا الطائفيه، من خلال الانتماء الوطني والقناعه الوطنيه اللي عندنا اياها بموضوع اللا تطبيع مع اسرائيل. نعم. اما نحن موافقين على التطبيع او ما موافقين على التطبيع. 100%. من هالمنطلق انا بشوف الموضوع لازم ينطرح. نعم، شكرا لك سوها بشارة، شكرا لك، وعلى أمل أنه يكون عندنا حديث مطول بأول زيارة لك إلى بيروت. يعني من بعد هذا الاتصال هيك حسيت حالي بدي أنزل أنا عامل حراك هلا. في حراك من نوع ثاني، يعني بنعرف أنه الطوائف يعني هول جماعة الطوائف ما بيغيروا كثير، يعني ما بيقبلوا التغيير. والأسبوع الماضي حكينا عن تحرير الفلسطينية اللي عمرها 33 سنة واللي أصبحت أول مأزونة برام الله وثالث مأزونة بالعالم العربي من بعد مصر والأردن. مأزونة يعني بتقدر تجوز. صح. رح نشوف هلأ فيديو أول شيء عنا لتحرير قبل ما أكمل. نعم، مأزونة الفلسطينية من قناة العربية. نعم. هاشم عيد مري. بسم الله. وانا قبلت زواج. اول عقد اجريته طبعا كان مناسبه كثير الي حلوه ب 29/7/2015. باركوا يعني بالموضوع، رحبوا بالفكره كثير وباركوا لي. بالنسبه للمعارضين، امبارح تعرضت لاول حادثه رفض، بس صراحه ما عرفت شو السبب، لان انا ما كنت موجوده، انا كنت عم بسجل في عقد لما طلعت بقولوا لي تحريها رفضوا، انا انت كامراه تجرين العقد. كان هون سمعنا انه كان في ناس مع وناس ضد، وانا وقتها كنت عم بحضر على الموضوع قلت لك انه شو اللي جذبك له انه في مأزونه بفلسطين. انت قلت لي انه بلبنان يمكن يكون في مره حابه تعمل مأزونه بلبنان، فهون انا رجعت كمان حبيت الموضوع. وعلى هالاساس رحت عند القاضي بالمحاكم الروحيه السنيه الشيخ احمد الكردي تنشوف شو موقف دار الفتوى. رح نشوف جزء من جوابه كمان. من الناحية الشرعية ما في مانع انه تجري العقد امرأة مأزونة، فهي منا ناحية صعبة كتير انه والله يعني صعبة تكون مأزونة، يعني خلينا نقول وحدة خريجة شريعة وهي حابة تجري عقد زواج ابنها او بنتها، اتأكد انه القاضي المختص حيعطيها اذن ولو بشكل منفرد. بس نحن بلبنان ما عنا امكانية انه تكون وظيفة، هاي مش وظيفة. ما في منا موجودة عنا بلبنان كوظيفة، لانه نحن ما بنعطي دفتر اذونات كامل. نحن كل عقد بعقده بيكون في اذن خاص. لا اشرح اكثر. بتعرفي شو قبل ما تشرحي اكثر، هيدي بحسسها الجرافيكس طويلة من وراء التقرير وبعد التقرير. هيك بس قبل كانوا عم ينقطشوا كمان قبل. منقصة. اوكي، هدول قطشوا لي اياهم يعني مش ضروري نشوفهم على الهواء، يعني هي بس هيدي الاشاره لكم لتعرفوا انه خلص التقرير، لانه هدول كثير صغار بين 20 ثانيه و 30 ثانيه، يعني دغري قطشهم من كفه. تنعلق على اللي قاله الشيخ. هو شو قصده انه بلبنان ليه ما في مأزونه؟ لانه الاسلوب او نحن عندنا بلبنان مش مثل بمصر بالاردن وبرام الله، هن بيتبعوا اسلوب مصر، يعني المأزون عنده دفتر 100 ورقه بيعبيهم بجوز 100 شخص وبعدين بيروح عند القاضي. نحن بلبنان القاضي بيعطيك اذن بالزواج لهذا اللي بده يجوز وهو بيروح بجوز، يعني ورقه ورقه، مش بنختلف بالاسلوب عن الزواج. هونيك دفتر وبس يخلص الدفتر بيروحوا بسجلوه؟ بيروحوا وبيجيب دفتر ثاني. يعني اذا حسبه من اول ورقه لاخر ورقه اخذت شهر، بيكون في شهر الواحد مش مسجل انه تجوز. في يصمت ايه شكل مقتضى على الموضوع. على كل حوالي قالوا لي انه خلص الوقت بقى لازم نعجل. لكن موضوع ثاني حكينا فيه كمان. بس مغيرين الطاوله داخليك ليه؟ ايه عالي ليه؟ هي انا كانت عالي علي. اوكي دفتر الشكاوى الطاوله عالي، بدنا شويه طوطة. وما حبيت شو ذا باص انه كثير فيها هاي روادنا الي. اوكي تعالي على ثاني موضوع، حكينا عن موضوع البابا فرانسيس والاجراءات اللي عملها بموضوع الزواج الكاثوليكي. رح بدي انا سيمبلي ذا بيست يلي هي كنا رحنا اول شيء قبل ما اقول لك شو التعليق عليها، رحنا عند مدير المركز الكاثوليكي للاعلام الاب عبده ابو كسام. خلينا نشوف تعليقه. هو بس الخبر بس للي ما تبعونا، الخبر بالانجلش بالكرسي البابوي قررت انه تسهل معاملات الطلاق ويكون يعني تقريبا ببلاش او تنزل ببلاش بس في ترجمه بالعربي ما عم بيقولوا ببلاش، بالعربي ما عم بيقولوا ببلاش.
شعبي أبداً. اوكي البابا في حركه اصلاحيه بالفاتيكان، البابا قال انه الاجراءات الطلاق بدنا كثير نسهلها قد ما فينا ونعملها ببلاش. هذا قريناه بالانجليزي، هيدي ورقه السي ان ان فور فري. السي ان ان فور فري بالعربي كيف نزل الترجمه؟ تخفيض. وكنا عم نقول لنشوف شو رأي بكركي بهذا الموضوع، لأنه في كتير مشاكل وشكاوى على قصص الطلاق. خلينا نشوف. كل ما يصدر عن قداسة البابا وعن المجامع الفاتيكانية، الكنيسة الكاثوليكية في لبنان تلتزم فيه. الحصول على البطلان في الكنيسة الكاثوليكية كان يفترض أن يكون هناك حكمان متطابقان، يعني حكم من المحكمة الابتدائية وحكم استئنافي يثبت الحكم الابتدائي. اليوم اجى قداسة البابا اجى قال خلينا نسرع للأشخاص اللي عندهم دعوة بطلان زواج نكتفي بالحكم الابتدائي. عندما نوضع هذا القانون موضع التنفيذ نحن بدنا ننفذ. المحكمة الروحية رح تفتح بعد شهر، رح يصير في اجتماع بكركي لدراسة هذا الموضوع، وإنما رح يتم تسهيل معاملات الطلاق، وهذا شيء جديد لانه الكنيسه الكاثوليكيه ما بتعترف بشيء اسمه طلاق، يعني بالفاتيكان ما كان عندهم شيء اسمه طلاق، رح تسهل معاملات الطلاق، وانما بلبنان منهم يعني ما قبلانين يقولوا كلمه انه حتصير مجانا، يعني بعضهم عم بس قبل مجانا في قرار يعني من يعني ما بعرف شو قال على الكاميرا وشو قال تحت الكاميرا. تحت الكاميرا قلت له انه عاده الكاثوليك بيعمل مثلا سريان بيعمل غير طوائف، خاصه غير انه بيضيع واحد خمس سنين من حياته بالمحاكم. كان يعمل غير طوائف تيقدر يطلق. قال لي لا هلا صار عندنا نحن والبابا كمان لازمهم بمده 45 يوم تكون معاملات طلاق منجزه. كانت قبل بين السنه وسنه ونص، فمشان هيك محكمه واحده هي بتصدر قانون الطلاق بطل. هذا شيء كثير كبير. هذا شيء كثير كبير. بالاعلام الاجنبي هذا شيء ضخم لانه الكاثوليك وببلاش وببلاش. اوكي على السوشيال ميديا شو عندنا؟ زمان انا امبارح كنت كثير متحمس احكي عن الصبي بس في انه هي الصوره لا هاي الصورة لا عن الصبي اللي طلعت من وراء هاشتاج اي ساندل احمد اسمه احمد محمد اللي جرب يقدم لمعلمته ساعة فكرتها كومبلي واعتقلوه واخدوه على الصورة شايفينها وراك صح ومن وراها عزموا مارك زوكربيرج عزموا اوباما بس انت قررت ما تحكي بهذا الموضوع. اليوم فقت الصبح بفتح الفيسبوك بلاقي هاشتاج متلي الدنيا، بتعرفوا شو هي؟ شو هي؟ شو شفتوا على فيسبوك؟ ابو رخوصه. ابو رخوصه. انا ما عرفت شو هاي انه ليه فجأة فيها هالقد ناس عم تحكي عنا يعني بين ليلة هي ترندنج ببيروت بلبنان؟ ترندنج على تويتر ابو رخوصه كتبت بلشت تطلع اكيد عرفت ليه من وين طلعت هاي بس من وين طلعت ارليت؟ بس ما عرف كان في مؤتمر صحفي لرئيس غرفة تجارة بيروت نقول لشماس وحكي شيء بهذا الاطار فقامت لقيامي اليوم مع انه هو مش هيك قاصد يعني اليوم موضح اكثر هو انت اتصلت فيها بالحلقه نعم كان عبالنا نحكي معه اتصلت فيه قبل الحلقه وقال لي انه اصدر بيان توضيحي في مكتبه الاعلامي اصدر بيان توضيحي هل هو قصده شيء عاطفي لا اكيد مش قاصد لفئه معينه من الناس يعني مش عم بيحكي عن ابو رخوصه قاصد شخص بس هو غريب كيف في قصص كلمات بتمشي وخلص صحيح. يعني لا لا قال لعبت وعملت قصه كثير كبيره على الفيسبوك يعني صار في ميمز عنها بس انا شو عم بيقولوا عم يعتبروها شيء طبقي او عم يعتبروها شيء طائفي او طبقي 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 اكيد هو على كل الاحوال وضح انا كنت عم بسمع على صوت لبنان بعد الظهر مشان هيك كان على بالنا ناخذ معه اتصال قال انه ما قصده هذا الشيء بس قصده انه بيروت لازم تضل برونقها لانه لازم تكون عم تنافس العواصم اللي عم تجرب تاخذ دور بس انت بكل عواصم العالم في ماركت شعبي بقلب العاصمه ايه بس مش بقلب بلا بقلب العاصمه بقلب الداون تاون ليه نحن بده يكون محتكر بس لطبق معين يعني في تحرك ما هو في ما في انه عم يدعي بكره على الساعه 6 مش اعتصام عم يدعي الناس تنزل سوق تبيع وتشتري وتعمل سوق بالداون تاون ايه بس انا اذا بدبي مثلا ما في روح على شو بعرفني على على المحل على المارينا منطقه المارينا بدبي في يعني ببيروت في مناطق شعبيه في مناطق للسياحي السياحيه في مناطق للناس اللي بيحبوا الفنون في مناطق للجيز واللزبيانز في مناطق في مناطق لكل شيء هن الناس تعودوا يعني على هاي المناطق في في مناطق في مناطق للحدا اللي بحب يسكر وفي مناطق للحدا اللي بحب يشرب شاي يعني المنطقه مقسمه بس الاكيد لازم
اي حدا من اي منطقه يكون له الحق والحريه يروح على منطقه ثانيه. انا برايي هي هاي المنطقه ما عرفت تحبب الناس فيها، بس كمان ردا على اللي قاله انه فيك تنزل نهار الاحد مع بسكلات وتشوف العالم كلها باسواق بيروت على البسكلات وقرن بوزه ب 3000 ليره وتقضي نهارك. قصدي اي ثينك هن الناس بعدهم معلقين بالتاريخ، يعني بس نطلع بالصور عمرها 30 سنه. كيف تفتح عندك بلبنان مثلا؟ بس نطلع صور يلا خلينا 30 سنه. هادي بلش يعصب، انت مع او ضد؟ أنا هلا هي موضوع سخرية، وهلا بعد شوي بدنا نحكي على موضوع السخرية أكثر. كل شيء ارتبط بقصص ملك الجمال يعني وانتخابات ملك جمال لبنان. أكيد عن ملك أنت هيدي ضجت أنت بنيويورك. ضجت أنا وبنيويورك، يعني كان فيسبوك عندي كله هذا الفيديو عن من حفل ملك جمال، وأكيد الفيديو عن الوصيف الثالث سمير أبي أنطوان اللي كان عم يحكي عن انطون. انطون انطون هو معنا هون بالاستوديو على كل حال. حكوا معنا اليوم بالاستوديو. ايه ما فينا نحكي كثير. حكوا معنا بالاستوديو بس كان في عنا كثير تعليقات عن هالموضوع، وفي اشخاص كمان عملوا مش بس كومنتس كتيبه، كان في فيديوز تعليق، واكيد ضج البلد. صار لنا اسبوع وبعدنا عم نسمع عن هالموضوع، بدنا نشوف تقرير من بنشوف الفيديو. يلا بنشوف بنشوفه. يسعدنا. المجتمع المدني نزل على الطريق بهدف الثورة، وهيدي الثورة عم بيتبعوها من كذا برنامج كرمال يسقطوا الحكومة. بس أنا برأيي مش هيدا الحل، أكيد مش هيدا الحل. الحل هو كل شخص فينا إذا بدهم يشيلوا الزبالة، كل شخص فينا إن كان ملك جميل أو إن كان فنان أو إن كان وزير أو إن كان نايب، بكل بساطة ينزل يشيل كيسها زبالة ويضبه عنده وما يشكبه على الطريق، وهيك بكل سهولة بنخلص من قصة النفايات وشوي شوي بنحل القصص بالبلد. شكرا. وينه؟ عادين الجمهور عم يضحكوا. عم يضحكوا. خلينا نروح لعنده واسأله شو حسيت انت وعم ترجع تشوفها. بعتقد خلص بطل عنا وقت لشيء توب فايف، خليه لاخر الحلقة. فرحات خلينا نفوت لجوا، انت خلصت كل شيء منيحة خلاص هيك راضي عليها؟ راضي. ايه بس يلا خلينا نفوت لجوا. يلا. راح تفوت هيك او راح تلبس؟ بلبس جاكيت. تلبس جاكيتك يلا. انت حسب شو اسمه كان لازم شو بالمريول هيك بطل يلا يعني. يلا خلينا عم ناخذ بريك ونبلش حوارنا مع فيليب فرحات. بعد الفاصل، جرافيتي طلعت ريحتكن على جدار استوديو بلاطول سيري بعد ان طارت من الساحه. لاي شكوى او اقتراح الرقم الساخن 71 106 111.